قول لي بقى حاجه كده براكتيكال، ازاي ستيب باي ستيب كده اعرف اسمع كويس لحد الاخر وسط كونفرسيشن. اول خطوه محتاج تو شت اب، مع احترامي الكامل لحضرتك محتاج تسكت خالص وتسمع لحد الاخر مهما كان بقك بياكلك، اوكي؟ مهما كان نفسك هتموت وترد على الحاجه دي، انت عندك رد على الحاجه دي، انت عايز توصله ان انت ان هو فاهمك غلط، اوكي؟ انت عايز تعدله الفكره اللي عندك، معلش امسك نفسك واسكت، اوكي؟ شت اب اند ليسن. حاول، انا كنت بعمل كده في الاول، انا كنت ببقى في سيتويشنز كنت ببقى هموت واتكلم بس ماسك بقي، انا عايز اجرب التكنيكس الجديده دي اشوف نتيجتها عامله ازاي، ماسك نفسي على قد ما اقدر. فبليز شت اب. بعد ما تسكت وتسمعه لحد الاخر خالص، وسمعته لحد الاخر وخلص كلامه، يديله بقى افيرميشن، اكد له ان انت سمعته بقى، لازم فيرب اللي كانت توصل له ان انا سمعتك. ما تقول له تمام كلامك وصلني، انا فهمت قصدك، انترستنج قوي اللي انت بتقوله ده، فلازم فيرب اللي تعبر وتوصل له ان انت سمعته. هل كفايه كده بس؟ لا طبعا. بعد ما تقول له كده محتاج تعيد له اللي هو قاله لك، تلخصه وتعيده تاني، يعني تسمرايز وتعيد اللي هو قاله لك ده كله. ويا سلام بقى يا حبذا لو انت بتعيد الكلام اللي هو قاله لك ده، تعيده بنفس الكلمات والمصطلحات اللي هو استعملها. يعني لو قال لك وسط الكلام مثلا كليفر، تقول له كليفر ما تقولوش سمارت، فتلخص الكلام اللي هو قاله وتعيده له بنفس الفاظه على قد ما تقدر وتروح قايله له. ده هيبقى بالنسبه له مزيكا، هو كده هو بيسمع مزيكا. انت مش فاهم كده هو هيكون مبسوط ازاي وهو قاعد معاك؟ الفكره كلها ناس تبقى مبسوطه وهي قاعده معاك. كل ما الناس كانت مبسوطه وهي قاعده معاك، كل ما انت عرفت تكسب ناس اكتر. بعد ما تعمل كل ده بقى، جت ذا كونفيرميشن انت فهمت، انا كده فهمت كلامك صح. يعني بعد ما انت قلت له انت فهمت ولخصت وعدت له كلامه، تروح له بقى انا كده فهمت كلامك صح، يعني انا فهمت من كلامك ان 1 2 3 4، انا كده فهمتك صح، حتى لو كلامه ده كله مختلف تماما او بيتعارض مع اللي انت هتقوله. يعني حتى لو انت هتقول له بعد كده رايي ملوش اي علاقه بالكلام ده، اوكي، بس لازم تاخد منه كونفيرميشن انا كده فهمتك صح. حلو، انت بالاربعه ستيبس دول انت كده ثبتت الشخص اللي قدامك، انت كده جربته من كل اسلحته. فدلوقتي بقى انت تبدا تتكلم، هو هيبقى يعني عنده استعداد كامل يسمعك كويس جدا ويسمعك للاخر وكلامك بقى يوصل. ده الفرق اللي بيحصل ما بين لما بسمع وما بين لما بسمعش. لما بسمعش وبتكلم وخلاص، انت بتتكلم بس هو هي الهدف ان انا اتكلم؟ يعني هو الهدف ان الكلام يطلع من بقي، ولا الهدف ان المسج توصل في دماغ الشخص اللي قدامي؟ انها توصل. عشان المسج توصل وهو يستقبلها وهو كده مرحب انه يستقبلها، محتاج اسمعه لحد الاخر. قدم السبت هتلاقي لحد هتسمعه كويس لحد الاخر وتاكد له ان انت سمعته، هو هيبقى عايز يسمعك جامد جدا لحد الاخر. فتبدا انت بقى ترد، تبدا تقول اللي عندك بقى، اوكي؟ حتى لو الكلام ده مختلف عن الكلام اللي هو بيقوله، لو حتى لو انت ليك راي مختلف، اوكي؟ لا تسي مثلا انت قاعد مع كلاينت وهو جاي يحكي لك مشكله معينه، وجاي يحكي لك خدمات معينه هو عايزها منك، اوكي، وانت هتقدم له السيرفيسز دي. فانت بعد ما سمعته لحد الاخر وفهمت هو عايز ايه بالظبط ولخصت له الطلبات بتاعته، فتبدا بقى تشير السولوشنز اللي عندك. بالنسبه للمشكله دي هنعمل لها كذا، وبالنسبه للمشكله دي هنحلها بالطريقه الفلانيه. تبدا بقى تريليت الكلام اللي عندك او السولوشنز اللي عندك بالكلام اللي هو قاله لك، وتكلم بالراحه وبوضوح. خلاص هو هيبقى عادي يسمعك ومفيش اي حد رايح في اي حته. بعد ما تعمل كده بقى تتاكد بقى ان هو فهم كل كلامك كويس جدا، فتقول له بقى هل انت عندك اي اسئله ليا؟ ما تقولوش انت عندك اي اسئله، لا قول له انت عندك اي اسئله ليا؟ ايه الفرق بين السؤالين دول؟ لما بتقول له انت عندك اي اسئله، هل انا خلصت كلامي، هل انت عندك اي اسئله؟ انت بتحط هو في موضع اختبار، فهو بيحس ان هو لازم يسال اسئله في منتهى الذكاء، يعني عشان منظره وشكله انسقن، اوكي؟ لكن لما تحط نفسك انت في موضع الاختبار، هل انت عندك اي، بالذات لو انت قاعد بقى بكره ان شاء الله لما تشتغل وكده، لو انت قاعد مع كلاينت، قاعد مع عميل، قاعد مع حد انت بتقدم له خدمه، اوكي؟ فلما بتحط انت نفسك في موضع اختبار، عندك اي اسئله اختبرني زي ما انت عايز، هو بيبدا يتفنن في ان هو يسالك اسئله، اوكي؟ وما يبقاش ومش حاسس ان هو تحت، مش حاسس ان هو تحت الميكروسكوب، مش حاسس ان الاتنشن عليه، هو الاتنشن عليك انت،
سبيشال انت قاعد مع ناس كتير، هل انتوا عندكم ليا اي اسئله؟ اوكي، فكله هيبقى يتفنن ان هو يسالك اسئله ازاي، وانت على فكره انت عايزهم يسالوك اسئله، ان هم معنى ان هم سالوك اسئله ان هم انترستد في اللي انت قلته. لو ما سالوش تقلق، يبقى هم مش انترستد في اللي انت قلته. حتى لو على فكره اسئله، لو انت قاعد مع عميل مثلا وهو اسئلته مش مجرد اسئله، دي اسئله فيها تشالنجينج، اوكي، وبيعترض على حاجات، طب ليه، طب ازاي، طب ازاي هتعمل دي، طب كذا كذا، طب انا ليه ليه اشتري منك انت مثلا. كل دي على فكره هي مش اعتراضات، او هو مش بيسخف عليك اطلاقا، هو انترستد بس محتاج يطمن اكتر، محتاج يفهم اكتر. بعد ما تعمل الستبس دي كلها، الف مبروك، انت كده بقيت اكاريزماتيك لسنر.